المدرب مدرب أسوأ مدرب مر على تاريخ العراق. الادفوكات أسوأ مدرب تكتيكيا مر على تاريخ العراق. زين كابتن ادفوكات يعني هذا ادفوكات يعني درب هولندا ودرب اسماء كبيره ومنتخبات كبيره وانديه كبيره. اعطيك اسم. طب زين ليش اعطيك اسم هسه؟ منو؟ اعطيني وقت. يلا. مارادونا افضل لاعبين العالم. اي منتهي من عنده. صح لو لا؟ صح. اسوأ مدرب بالعالم. اي بس تجربته تجربته سيئه. نعم. ادفوكات تجربته مو سيئه، ادفوكات جيده. وين كره قدم تطورت؟ اعطيني فقرته هو لحد الان اسلوب لعب عنده. وين كل لاعب شبه يمنا؟ اي خلاص لاعبين ما يفهمون عقليتهم هذه، نجيب له مدرب محلي. خلاص. يعني انت اليوم ويا المدرب المحلي مليار بالمئة انه يكون مع المنتخب وليس مدرب. هذا الوضع وبهذه الثقافه اللي متواجده لبعض اللاعبين اللي اغلبيتهم المدرب المحلي. خلاص جيب لك مدرب محلي يعرف اسلوب اللاعب ويعرف امكانيه اللاعب.